النادي الأهلي ابتدى عملاق واضح، لأن السنين والتطورات والتاريخ النادي الأهلي عاشوا في هذه السنين الطوال، أكيد إن هي فيها إنجازات على أعلى مستوى، في تطور رهيب سواء في المنشآت، سواء في الألعاب، سواء في النتائج. يمكن ديت أنا يعني عشرت بعضها بشكل معقول شوية. يمكن إحنا ابتدينا وأنا شغال في النادي الأهلي كلاعب كورة، يعني كنا تقريبا يعني لنا اليد العليا في البطولات المحلية. أول ما أنا ابتديت ما كانش النادي الأهلي داخل في أفريقيا بشكل كبير أو بالشكل اللي هو موجود فيه دلوقتي، وكان فكرنا عن أفريقيا إن الأمر فيها صعب، وإن في إصابات، وفي يعني الماتشات كان فيها عنف زيادة عن اللزوم، وده أمر طبعا كان فيه يعني خطأ كبير جدا مننا سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي. النادي الأهلي أول ما دخل في أفريقيا وابتدى يركز فيها زي ما هو بيخش في كل المجالات بتاعته، ابتدى في فترة صغيرة جدا أنه ياخد نادي القرن، أنه هو من الثمانينات لغاية نهاية القرن ما شاء الله بقى هو نادي القرن. فده تطور رهيب، ده في حاجة يعني واضحة وحاجة أنا عشتها. المنشآت بتاعة النادي الأهلي أكيد تطورت تطور رهيب جدا جدا جدا، ما شاء الله المقرات بتاعة النادي الأهلي بقت على أعلى مستوى، بقى فيها تطور رهيب جدا جدا. التطور كمان حتى في الجمهور، يمكن الجمهور النادي الاهلي كان من اول ما ابتدى زي ما بقول كان عملاق، والعملاق دايما يعني بيستحوذ على كل حاجه. الجمهور كان ما شاء الله اعداد غفيره جدا، شوف دلوقتي زادت بشكل رهيب ازاي، اكيد ده كمان في تطور بشكل كبير جدا. الهاله الاعلاميه اللي موجوده على النادي الاهلي كمان اكيد ان هي تطورت وطورت نفسها بشكل كبير جدا، لدرجه ان النادي الاهلي بقى هو اول نادي دخل في مصر بالنسبه للقنوات الرياضيه، وده امر طبعا الطبيعي بالنسبه للنادي الاهلي، لان ده سبق واللي احنا عايشينه بتطورات النادي الاهلي يجب ان هو يكون اول نادي في هذا الامر، وفعلا كان هو اول نادي، وهو اللي له دلوقتي الرياده زي ما بيقولوا يعني في الحته الاعلاميه، ودي باينه طبعا في قناته اللي هي في كل يوم بتتطور بشكل كبير جدا. اكيد النادي الاهلي في كل المجالات وفي كل السنين بتاعته تطور اكيد بايجابيه عاليه جدا جدا، ودينا ومتهيألي كلنا ملاحظينها بشكل كويس يعني. النادي الاهلي جمهوره بيهز اي يعني اي عروش اي حد سواء على المستوى الداخلي او على المستوى الخارجي. ما شاء الله الجمهور حتى يعني جمهور كوره بقى مثقف بشكل هائل جدا جدا، لدرجه لما النادي الاهلي بيتغلب الناس بتشجعه، وده امر اكيد ان ده ما كانش موجود، بس ده على تطور وعلى فهم الناس اكيد الامور اتغيرت بشكل كبير جدا. وديت اللي احنا بنشوفها في اوروبا، ان بعد الماتش والناس بيبقى النتيجه سلبيه، الجمهور بيطلع يشجع فريقه بشكل كويس قوي.
تطورت عندنا تطور هائل جدا بالنسبه كمان لجمهور النادي الاهلي. بنخسر بطولات وبنخسر بطوله افريقيا اللي هي كل الناس بتبقى حاطه عليها امال كبيره جدا، وشوف كمان الجمهور بيشجع لعيبته ازاي وبيدفعهم ازاي. اللعيبه ديت هي اللي جابت البطولات قبل كده، فاكيد لما يخسروا بطوله بيبقى محتاجين حد يطلعهم من هذا الامر بشكل كويس قوي. ده بتبقى دور الادارات ودور الادارات الفنيه. لا تخيل بقى ان الجمهور هو اللي طور نفسه في هذا الامر، اكيد جمهور زي ما بقول عليه جمهور عظيم يعني. واضح انه فوق الجميع بدليل ان هو على المستوى المحلي بالنسبه للبطولات طبعا يعني واضح ان هو الليدنج. على المستوى الافريقي هو البطل الافريقي لغايه دلوقتي، وهو اكثر نادي مستحوذ على البطولات. فاكيد كمان انا بتكلم على كمان في الكوره اللي الواحد عايشها بشكل يعني مكثف يعني، اكيد في كل المجالات بالنسبه للالعاب الثانيه له دور كبير جدا جدا، حاجه يعني هايله جدا 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 يعني.